ومشيتي فيها اني قدرتيها ما اديتي ما جبتي والكاميرا طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن غفلة فقتي صورنا وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها وشحال حضيتي قولي هاجيتي راها كاينة قولك ما باينة ومشيتي فيها. 1 2 3 موتور دو موندي كلاب خوكو لعدو سيكون 5 واحد سير 2 بروميير سيون سي بلي اكسيون اوسو ماسكروسو كاركانيوسو. السلعه موجوده؟ كلشي موجود. برافو عليك. تاني شد لك الامان. الامانه موجوده. سكوت حد تكتب هاد تكتب بغا تركب تما. تري بيان. حنا دابا غنديرو لو جو دون لو جو يعني غتكون السينما والسينما. علاش؟ غادي يجيب واحد السيد اللي هو صديق ديالي والاخ ديالي عادل ابا تراب باش غادي نقول له غنتعاونوا مع مخرج اللي عدبادي نتعاونوا معاه نديروا معاه واحد كور ميتراج في سبيل الله. ولكن وسط الاحداث يعني وسط التصوير غادي ترى واحد الكارثه طبيعيه لا قدر الله واحد الزلزال. هي ديك الكارثه الاصطناعيه صوبوها التقنيين باش يشعر انه بصح كاين الفيبراسيون ولكن المشكله هما هربوا وعادل ابا تراب حصل. ما تحركش من تم. الفنان الجميل عادل ابا تراب تبع الدعوه ديال الصديق ديالو طارق البخاري وجا باش يتعاون في سبيل الصحبه والفن والابداع. ولكن قانون الكاميرا الخفيه ما خافيش عليكم ولازم علينا اليوم نوجدوا الخطط باش يبقى هذا النهار تاريخي في حياته. خويا عادل ومشيتي فيها ومشيتي فيها. من بعد ما استقبلنا الممثل ديالنا عادل ابا تراب اللي جا على اساس يكون ضيف شرف في واحد الفيلم قصير اللي من اخراج بوسالم داز الماكياج وقرا السيناريو شويه وها هو دابا مستعد باش يصور اول مشهد. الناس الحريفيه وما هادو داكشي خفيف ظريف. تبارك الله عليك ابا عادل يلا عطيونا لاكسيون. اتونسيون 1 2 3 موتور دو موندي ساتو ساتو كلاب 1 2 3 ساتو اكسيون. مندرا ديك لافير ديال البارسا راه وصلات لمدريد صافي وراه ما تنساش هادوك راه بحالنا بحالهم راه شعب واحد شدهم بين يديه ما تخممش. اوسو ماسكروسو كاركانيوسو اوميرتا من كامبوس المورديو باتشيغو الباس عبيقة ولا عتيقة سيقة في الصنديقة عتيقة لا كان نعاودوا هذه عفوا عمنا هذيك الطريقه باش نتفاهموا انا وياك نديروا طريقه 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 بجوج مرة كاين عندي هنا قول له تلصيقة تلصيقة قول له عصيقة وكملت الخوت صفيقة عطيه صفقك صافي شناهو كملت الخوت صفيقة شوف عندك شي كريديبل السي طارق ما عندهش ما عندها حتى محل من الاعراب علاش غادي نصرفق انا عادي اللي ما عندها حتى محل من الاعراب غير صفقة عصيقة صفيقة زعما ما كنت مرة قلتوا لي بروفيسيونيل شكون ما كتخربقوا انا راك شنو هي لا قلت لها تيبان لي بحال في التحضير وكان الساعه بان لي حنا يلاه كنتعلموا حنايا كلشي كنتعلموا نقدر نكون انا تعلمت قبل منك ولكن كنطبق دابا ولكن على ما كيبان السناره دغيا غادي تشد في عادل اللي معرف هاد عبيقه وعتيقه منين خرجوا ليه. عاد زدنا عليه ميري اللي ضرب المشوار الفني ديال عادل في الزيرو وردوا للتحضيري هادشي كله كي والو راه مازال الخير. قلت لي ساعد المقاله راه ولينا في نص نهار اخويا الله يجعل البركه. شكون انت بعدا؟ الله يجعل البركه انا مول القهوه. نعم اخويا شنو المشكل؟ الله يجعل البركه صافي قلت لي ساعد المقاله غنصوروا شي هالمشاكل اللي ما كنبغيش صافي سمح لنا اخويا شوف الكليان كيجي ولا دابا واقفين على القهوه عندنا هاد لابريز عندنا هاد لابريز معنا الاستاذ غادي ناخذ هاد لابريز انا خويا القهوه. الله يجازيك بالخير الله يجازيك القهوه ترى مخلص. واش دخلك في مول القهوه تقول لي مخلص مول القهوه راه قبيله وانت بروفيسيونيل تاع في خدمتك تاع في الدور ديالك خلينا نصوروا خلينا نوضوا نمشيو في حالاتنا. انت كنت بروفيسيونيل ما تهضرش معايا ديال خدمتك انت الموت سير اخويا سير صافي سالينا ياك ما تشربش الناس عادي خاصك تشرب جافيل الله العظيم الطرح راه سخن وميرين خاف عليه من الكعيه ديال العطيس
يلا ها هو طلعت ليه الشربونه وبغى يمشي. ابردوه باش نكملوا معاه الصواب. اطلق سخون. كنسمع اخويا خويا زهير. والله تا سيريوز مو اسمح لي. نقدروا نصوروا اخوان. نقدروا السي هادي لاخويا. نقدروا. بلي عادل عنده فوبيا الزلازل وهذا غير شونتيو ودار فيك هذه الحاله ويعلم الله اش غدير مع هذا الشيء اللي جاي ليك. ما غاديش نضيع انا في هذا الفيلم مع كامل الاحترام. كمل التورناج الله يرحم. الا ما عاونتينيش اخي عادل شوف الا ما عاونتينيش راه الله يرحم لك الوالدين سي عمور. قتنا الخيطه اخويا الخيطه الله يرحم الخيطه اللي درتها نديرها معاك. قول لي اللي يلا نزيد نديروا ليها خاطره ونشوف حالنا. الله يرحم الوالدين طليناها طليناش صافي بقاتنا الخيطه نمشيو بحالاتنا. الله يجازيك بالخير اخي عادل. الله عندك. ومشيتي فيها اكسيون عبيقه ولا لها ثقه تلصقه في الصناديقه ثقه ضارب طلق. ما ناقص والو ما ناقص والو ناقص واحد الماسون غادي يزيدو. ما تحركش من تم ما تحركش من تم. انا اخوك ماشي عدوك ولكن دابا عدوك ماشي اخوك. ريح الله خليك كمال معاك وفين نهرب كوبي. برافو عادل نجحتي المشهد ولكن هذا المشهد اللي جاي انا متاكد غادي تكون فيه متالق ولكن تسنى نعلق. كاميرا خفية والله إلا كاميرا خفية بالله عادل 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 ما تعصبك عزيز عليا ومشيتي فيها أبو عادل راح يبدا بصح ما فهمتش انا شو واقع انا ما فهمتش شو واقع صافا ما صافا والله نكملوا على الطريق ياك عمور تقولك عمور خويا دابا عمور عمور عزيز عليا صاحبي عزيز خدم معنا في الله يجي دوزت مع الحرب والقيته شمتنا والله لا هو اللي شمتنا شمتنا سيدي شنو نقول لكم الله يعطيكم الصحه الله يعطيكم الصحه طارق عمور خويا استاذ استاذ والله سيدي شنو نقول لكم الله يعطيكم درتوها درتوها بيا والحمد لله الحمد لله المهم هادشي ملي ما خرج بالصح وحق الله ما نطيق عزيز نزا ديال بصح الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم الله يعاونكم معواشر مبروكه رمضان مبارك سعيد على الجمهور المغربي على المغاربه كاملين لا لداخل لا على برا الله يحفظكم الله يعطيكم صحتكم ويعطيكم الله يجيكم المينوط من الزنزال واللهم احفظ هذا البلد امينه 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 يا رب العالمين. ابو عادل
الحسين.